الإيطالي ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان السابق أصبح لاعبا في نادي العربي القطري رسميا. نادي العربي القطري أعلن عن تعاقده بشكل رسمي على السوشيال ميديا امبارح مع ماركو فيراتي مقابل 45 مليون يورو وبعقد مدته 3 سنوات حتى 2027. فيراتي صاحب ال 30 سنه كان خرج من اهتمامات باريس سان جيرمان، والنادي الفرنسي كان بلغه انه مش في حساباتهم للموسم الجديد، ومن بعدها اللاعب يبحث في عروض الانديه للانتقال ليها. فيراتي كان قريب من الانتقال للدوري السعودي بعد ما كان في منافسه بين الهلال واهلي جده على اللاعب، لكنه في النهايه فضل الانتقال للعربي القطري. فيراتي كان انضم لباريس سان جيرمان في 2012 ولعب معاهم 11 موسم، وكان مطلوب في برشلونه في 2017، ولكن يعني باريس رفض ان هو يتخلى عن اللاعب. فيراتي لعب مع باريس سان جيرمان 416 مباراه في كل البطولات، سجل 11 هدف وصنع 61 خلال مسيرته مع باريس سان جيرمان. فيراتي طبعا بعد وصوله لقطر كان ليه تصريحات صحفية بأنه سعيد ومتشوق لبداية رحلته في الدوري القطري، وأنه يعني متشوق لاكتشاف النادي والدوري الجديد اللي هيلعب فيه. ونروح لنيوكاسل واللي بيرغب في دعم هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بالتعاقد مع مهاجم جديد. تقارير إنجليزية أكدت أن نيوكاسل بيفضل فكرة التعاقد مع إيفان توني مهاجم برانتفورد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وده على الرغم من امتلاك نيوكاسل للثنائي الهجومي المميز السويسري ألكساندر إيزاك والإنجليزي كالوم ويلسون. إدارة نيوكاسل بتسعى لدعم الفريق بقوة بسبب مشاركة النادي في دوري أبطال أوروبا، وعلشان لو الفريق تخطى دور المجموعات يقدر يوصل لأبعد نقطة في دوري الأبطال. نيوكاسل عاوز يستغل أن عقد توني هينتهي مع برنتفورد في 2025 علشان يضمه في ميركاتو يناير بسعر مناسب، على الرغم من أن اللاعب موقوف عن ممارسة كرة القدم بسبب المراهنات، وهينتهي طبعا إيقافه في 17 يناير المقبل، وهيقدر بعدها أنه يشارك تاني مع برنتفورد أو نيوكاسل لو تمت الصفقة في وقتها. طبعا إيفان توني صاحب ال 27 سنة تم اتهامه بانتهاك قواعد الاتحاد الإنجليزي بشأن المراهنات، وبالفعل اعترف اللاعب وتم توقيع عقوبة إيقاف عليه وتغريمه 50 ألف استرليني. إيفان توني لعب مع برنتفورد 124 مباراة في كل البطولات، سجل 68 هدف وصنع 21 خلال 5 مواسم لعبهم مع برنتفورد. ونروح للبرازيل واللي مباراتهم مع منتخب بيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026. البرازيل يتخطى فوز صعب خارج ملعبها على بيرو، وبيفوز بنتيجة 1-0 في كل الدقائق الأخيرة من المباراة. المباراة شهدت استمرار لسوء الحظ اللي بيلازم ريتشارلسون مهاجم البرازيل. طبعا ريتشارلسون سجل هدفين في المباراة ولكن تم إلغائهم بسبب التسلل. هدف اللقاء الوحيد سجله المدافع ماركينيوس في الدقيقة 90 بعد صناعة من نيمار. بالفوز ده منتخب البرازيل بيرفع رصيده لست نقاط بالعلامة الكاملة في الصدارة، متفوقا على الأرجنتين بفارق الأهداف. الناحية الثانية تجمد رصيد بيرو عند نقطة واحدة بس في المركز السابع بعد تعادل أمام باراغواي وخسارة من البرازيل في أول جولتين. ونروح لقصة يعني غريبة شوية عن ميسي أسطورة منتخب الأرجنتين ولاعب إنتر ميامي. ميسي كان موجود على مقاعد بدلاء الأرجنتين خلال الفوز على بوليفيا برغم أنه كان خارج قائمة منتخب الأرجنتين للمباراة. الأرجنتين فازت بنتيجة 3-0 ساعتها على بوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026. لكن الغريب بقى أن كان ميسي متواجد على مقاعد البدلاء بالرغم من خروجه من قائمة المباراة، لأن عادة لما بيتم استبعاد لاعب من قائمة المباراة سواء كان لأسباب فنية أو للإصابة أو الإيقاف، فاللاعب يعني المستبعد ده بيضطر أنه يقعد في المدرجات.
لكن على الرغم من كده ميسي تم السماح ليه بالجلوس على مقاعد البدلاء مع باقي زملائه. السبب ورا ده كان مفاجأة الحقيقة كشفتها شبكة TNT سبورتس، واللي يعني قالت ان ميسي تم تسجيله في اللقاء كمساعد للمدير الفني لمنتخب الأرجنتين سكالوني، وان طبعا وجود ميسي على مقاعد البدلاء ما كانش وجود للاعب يعني، بل كان وجود كمدرب مساعد في الجهاز الفني لمنتخب الارجنتين. والدليل على ده ان ميسي ما كانش يعني لابس زي باقي اللاعبين، ولكنه ظهر بالزي المخصص للجهاز الفني. ميسي كان ليه تصريح اخير بانه بيعاني من بعض الاجهاد بعد سلسله من المباريات الاخيره مع فريقه الجديد انتر ميامي ومنتخب الارجنتين. ميسي صاحب ال 36 سنة لعب 12 مباراة في آخر 49 يوم، منها 11 مباراة مع انتر ميامي ومباراة مع الأرجنتين. خلينا نختم نهارك عالمي بقصة جميلة الحقيقة، وهي قصة اللاعب الديفونسو ليما، أكبر معمر في ملاعب كرة القدم بعد ما شهدت يعني اللعبة آخر مبارياته بعد مرور سنوات طويلة من تواجده على الساحة في المباريات الدولية. الديفونسو ليما صاحب ال 43 سنة أعلن اعتزاله كرة القدم بعد 26 سنة من اللعب لمنتخب أندورا، لعب فيها طبعا خلال 4 عقود مختلفة بداية من التسعينات ولحد يوم الثلاث الماضي، علشان يعني طبعا يسدل الستار على أطول مسيرة دولية للاعب كرة قدم في التاريخ. ليما لعب مباراته الأولى مع المنتخب في سنة 1997 لما كان عمره بس 17 سنة، ودي بالمناسبة كانت يعني تأتي مباراة رسمية للمنتخب في تاريخه. يعني ليما ختم مباراته مع أندورا أمام سويسرا يوم الثلاث في المباراة اللي خسرتها أندورا بنتيجة 3-0. ليما شارك في 23 دقيقة قبل ما يتم استبداله وسط يعني تسقيف من الجمهور والمشجعين من سويسرا اللي حبوا اللاعب يعني على مسيرته الطويلة، وحبوا طبعا اللاعب وحبوا ان هم يحيوه. طبعا ليما حقق الرقم القياسي في موسوعة جانس للأرقام القياسية لأطول مسيرة يعني لعب فيها لاعب دوليا لكرة القدم في تاريخ الكرة. كمان ليما بمشاركته أمام سويسرا أصبح أكبر لاعب كرة قدم بيشارك في مباراة بتصفيات أمم أوروبا، وطبعا اللاعب هو صاحب أكبر عدد مشاركات دولية مع منتخب بلاده ب 137 مباراة من سنة 1997 وحتى 2023. ليما هو الهداف التاريخي يعني كمان المنتخب بلاده هو برضو الهداف التاريخي ليهم، وسجل 11 هدف خلال مسيرته على الرغم من انه يعني كان بيلعب في المراكز الدفاعية كمدافع او خط وسط مدافع. اللاعب المخضرم ده لعب طوال مسيرته ل 13 نادي مختلف ما بين الدوري المحلي لأندورا او الدوري الاسباني، وفعلا يعني بيعد يعني مثال حي على الاصرار والشغف وحبه للي بيعمله، علشان كده يعني التاريخ خلده بارقام صعب قوي ان اي حد يكسرها او حتى انه يحققها، وعلشان كده شفنا برضو حب الجماهير ليه، وطبعا يعني كانوا بيحيوه بشغف كبير جدا.